أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسعادة. أصدقائي، سنفتتح اليوم سلسلة عربيات رائدات، وستكون معنا اليوم المغربية، وهي أول عربية تصل إلى القطب الجنوبي، ألا وهي مريم شديد. سنعطي نبذة على حياة مريم شديد، وهي من مواليد 11 أكتوبر 1969 بالدار البيضاء. هي باحثة وفلكية مغربية في مرصد كوت دازير القومي بطبيعة الحال الموجود في فرنسا، كما تعمل أستاذة بجامعة نيس الفرنسية. وتعتبر مريم هي أول عالمة أنت تصل إلى القطب الجنوبي. وكانت شديد ضمن فريق عمل علمي مهمته وضع منظار فضائي يهدف إلى قياس إشعاع النجوم في القطب المتجمد الجنوبي. ومريم شديد هي ثاني أصغر فرد في أسرتها المتكونة من 6 أشخاص، وبطبيعة الحال الأبوين. وكانت كتعيش هي والإخوة ديالها في واحد الحي شعبي على وهو درب السلطان. كان أبوها كيعمل حداد بأحد الأحياء بالدار البيضاء، بينما كانت أمها مهتمة بالخياطة وطبيعة الحال طبخ أو ربة بيت. فالمسار الدراسي بدأ من الصغر أو من الصغر ديال مريم، ولجأت مدرسة الفكر العربي الموجودة بأحد زقاق حيها حينها لم يكن يتجاوز عمرها 5. بعد ذلك انتقلت إلى التعليم الابتدائي، وبالضبط بمدرسة المزرعة الخاصة بالبنات. وكذلك انتقلت إلى الدور الإعدادي بإعدادية المنصور الذهبي، قبل أن تلتحق بثانوية صلاح الدين الأيوبي للبنات أيضا. وتحصلت على إجازة في الفيزياء من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ثم بدأت في تحضير الدكتوراه في جامعة نيس سنة 1994، والتحقت بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي كمهندسة فلكية. فبدأ الاهتمام ديال مريم الشديد بالفلك عندما كان أعطاها الأخ ديالها الأكبر منها ب16 سنة كتابا عن الجاذبية باللغة الفرنسية، وكان ذلك في عمر لم يتجاوز 12. تم اختيارها سنة 2008 ضمن قائمة دافوس للقادة والشباب الأبرز في العالم. كيف ما سبق وذكرنا، فإن بدأت في واحد السن مبكرة بقراءة الكتب، وكذلك بدأ يظهر شغفها لعلم الفلك. فأكملت مريم شديد الدراسات ديالها العليا، وانضمت مريم شديد إلى المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، وهو أكبر منظمة أبحاث حكومية في فرنسا وأكبر وكالة أبحاث علومية وأساسية في أوروبا كذلك. ثم انضمت للمرصد الأوروبي الجنوبي بعد فترة قصيرة من حصولها على شهادة الدكتوراه. عملت مريم على تأسيس المقراب العظيم، أكبر تلسكوب في العالم في ذلك الوقت، في صحراء أتاكاما في شمال تشيلي. عملت مريم كذلك في نظام الجامعات الحكومية الفرنسية كعالمة فلك، وهي كذلك عضو في اللجنة التوجيهية للاتحاد الفلكي الدولي. فأصبحت مريم شديد أول شخص مغربي وأول فلكية فرنسية كذلك تصل إلى القطب الجنوبي، وكذلك أول امرأة عربية. فتحية خالصة للنساء المغربيات العفيفات الشريفات، ونشوفكم إن شاء الله في أقرب وقت إذا بقي في العمر بقية. أسعدكم الله بكل خير ومحبة.